كل موسم صيف تتوجه العائلة إلى الشواطئ للاستمتاع، لكن في الكثير من الأحيان وبسبب التهاون والاستهتار بالأبناء يؤدي إلى حالات الغرق خصوصا في الشواطئ الغير محروسة. كي نروح لدارنا نروح مريضة خاطش نعس بزاف، ولاد ولادي هادو ما جو سوي كونتخ، ما نكذبش عليك، وليدي نحب نديه برجلي أو قدامي أو نشوف بعيني، ولا يعني مع الجيران مع الأصحاب، جامي نطلق وليدي وحده. إضافة إلى ذلك يلجأ العديد من المراهقين والشباب إلى الشواطئ الصخرية والبعيدة عن زخم الشواطئ الرملية، لكن كثيرا ما يسبحون بطرق خطيرة تؤدي بهم إلى الغرق أو الموت الحتمي في حالة الاصطدام بالصخور. اللي يدي ولاده للبحر لازم هو يرد باله على نفسه على ولاده ولاد ولاده ويقعد طالقهم وما على بالوش واش راهم يديروا، سي نورمال يغرقوا له، كاين اللي ما على بالهم ما كاش. حنا ولادنا هاملين ونسى تاوعنا والرجال كيف كيف، والله ما على بالهم بولادهم، يطلقوهمها ودوك تشوفيها هكذا تلقاهم وحدهم يعوموا، ما على بالهمش حاكمين مضرب راهم يقصروا بيناتهم نسى وينساوا كاع. سلامة الأطفال مسؤولية مشتركة تقع على عاتق العائلة وحرص الحماية المدنية التي تتفانى في إنقاذ مئات الأرواح يومياً.